لسه مكملين والستات ما يعرفوش يكذبوا. وصلنا بقى ايه المطبخ. انا الحقيقه ما اعرفش حقيقي محمود هيعمل ايه النهارده. الاول انا اللي برحب بيك. السمك. انت بجد انت ولا بتضحك عليا؟ انا مطلع اشاعه. استنى ما تصدق بجد بتحب تروح تصطاد عادي وتفضل قاعده بالها طويل قوي. لا لا انا بس بسلم عليك وبسلم على هبه الجميله وبسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا الجميل ستات ما يعرفوش يكذبوا. النهارده انا عامل سمك بولتي. سمك بولتي بتاع نهر النيل الجميل. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا منور ازاي وحلو ازاي. فهبه بتقول لي بقى انت عامل ايه؟ قلت لها انا اللي بصطاد السمك. لا انا مواصي انا مواصي عليه. شكرا بس هصدقك. النهارده عاملينه بطشه بالخل والثوم. يعني مقلي؟ لا طشه يعني مش هتقلي الاول قبل ما يتطش؟ لا كله في الفرن. فاكراه سمك بولتي مقلي كله مرقلي. وعامل جنبه شويه رز برضو. انا عملت من كام يوم كده رز صياديه، النهارده عامل برضو بس بطريقه مختلفه. وفاكرين الحلو اللي انا قلت هعمله بالسميد؟ ايوه طريقه كنت بتشرحه لنا من كام يوم. بالسميد يتحمص وبعد كده كوبايه الشربات والتمر. ايوه جبت سميد وتمر وعملت شويه شربات وعامل الحلو ده النهارده عشان الحلوين اللي معايا النهارده عشان الله. نجمه البسبوسه شربات بسبوسه كده تعدي عليها كل يوم. طيب ايه رايكم نبدا؟ يلا بصوا هنبدا اول حاجه السمك. السمك مقاديره انا جبت كام سمكه بولتي زي ما انتم شايفين كده منورين، وخل توم كمون شطه. حد خد باله كمون لازم مع السمك البولتي، وشطه وملح وقرنين فلفل حامي على كام ليمونه، معلقتين زيت وعودين كرفس او بقدونس، عودين كرفس او بقدونس، وطبعا الرز بتاعنا اللي احنا هنعمله النهارده. يلا بينا توكلوا على الله. يلا توكلوا على الله. هذا الحدث من موقعي هذا كده. احرق لي ايدي بقى. خفيش خفيش اهو. طيب اول حاجه هنعملها يكون عندنا الكبه بتاعتنا الجميله دي، نحط فيها شويه توم كام فص توم كده على كام قرن فلفل حامي. ماشي. ومهم قوي بقى ان انت الخلطه دي هنستخدمها على مرتين. نحط كمان لمسه شطه. شطه لا ما تقوليش لعبنا. مش هقول. لا ماشي مش هقول خالص ان انت حطيت شطه. منى مش لا بس منى بتتفرج في البيت. وشويه كمون وشويه من الكزبره الناشفه وشويه ملح شايفين، وعصير ليمونتين ثلاثه وشويه خل ابيض. راح فين الخل؟ اهو ادي الخل، وده يعني سر من الاسرار. شويه خل ابيض. حياتك بقت كلها اسرار وغموض. ولا اسرار ده خل على طول يقول لك سر سر من الاسرار دايما، بحس عنده كميه اسرار ما بتخلصش. احنا داخلين في سنه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهي ما شاء الله. وبعد ما خلصنا الخلطه الحلوه بتاعتنا دي اهي، نجيب السمك البولتي بتاعنا، نجيب السمكيه نحطها هنا كده، وادي السكينه، ونيجي على دي ونفتحها كده من هنا. ونفس الموضوع من الناحيه الثانيه عشان نتبلها حلو. بصوا السمكيه منوره ما شاء الله عليها منوره اهو كده. وبعدين اهو وناخد الثالثه نفس بس الموضوع. بص هو التقطيعه دي او التفتيحه دي غريبه بالنسبه لي، لانه في ناس بتقطعها من بطنها وكده 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 ايه، او من البطن او من البطن وتحط هو من البطن. هي بصي هي اوريدي مفتوحه. ده بصي مفتوحه ومتنضفه والخياشيم متشاله والقلب لونه ابيض والسمكايه بصي منوره ولون الوردي بتاعها، وطول الوقت احنا حافظينها في الثلاجه. ماشي سر من الاسرار ان احنا نحطها فين؟ في الثلاجه. الخل مع خلطة الثوم في الوصفة دي بيبقى حلو جدا. بنعمل ايه بقى؟ ناخد شوية كده من جوه اهو، وهنا كمان نفس الموضوع، وهنا نفس الموضوع، وبعدين على الوش كده ندعك السمكاية ونتبلها كويس جدا. ندخلها في التتبيلة في الشق اللي احنا عملناه ده؟ اه لازم اهو كده. وبعدين طب ما نزود بقى شو كتير يعني نزود ايه خالص يعني نفتحها إيه؟ اكتر. ما هو بقى يعني استني بقى، ما هي شقه واحد كفايه يعني. شقه واحد كفايه ولسه اصلي هنعمل عليها خلطه. ادي واحده اهي، نخليهم كلهم اتجاه واحد كده اهو. ناخد هنا كمان شويه دقه شويه دقه صغيرين. ايوه جربت قبل كده السمكه المبروكه اللي كنا بنتكلم عنها في اول البرنامج؟ لا الحقيقه ويعني
ما بحبش اخد الريسك ده، يعني اجار اعمل يعني بلاش الحاجات اللي تخوف وتخض دي. كويس، هي واضح ان هي ملهاش اي مشاكل على صحه البني ادمين يعني، بس هي مشكلتها الوحيده انها فيها شوك كتير. بس خلينا نقول في العموم لما يبقى سمكايه فيها شوك كتير بطبيعتها نتعامل معاها ازاي؟ دي محتاجه مجهود كبير ومحتاجه نظر 6 على 6 ومحتاجه صبر ايوب. يعني ما الموضوع محمد قال لو جابت فوق الـ4-5 كيلو بيبقى الموضوع لطيف. سعرها كويس، هو فوق فعلا فعلا عندك حق. ناخد دي ونحط، لو جابت كبيره بتقدري تشفيها. شايف محمود لو يعني ابحث الموضوع نجيبها مره، لو في ناس بتحبها وبتجيبها ونعملها لهم بطريقه لطيفه. ماشي، على ممكن نعمل كده لو لسه في الموسم بتاعها يعني. ماشي، بس ما يكونش حد. والجميل في الموضوع ان هو قال ان هم في مصانع بتاخدها بتعملها في ليه بطريقتهم هم، فبتبقى العمليه سهله ما فيهاش شو. هو شايف محمود عنده السر بتاعه، اعتقد ده عنده اسرار. لو السمكه كبيره فعلا، السمك اللي بيبقى شوكه كبير، ما هو سهل ان هو يتنضف. ليه كبيره؟ هو الشوك كده كده كتير، بس الشوك بيكبر مع السمكه فبيبقى سهل انك تشوفيه، بيبقى باين اكتر. انما السمكات الصغيره هو نفس الشوك بس صغير، بس كتير جدا وانت مش شايفاه. حصل يعني عندك مثلا سمكايه البربوني، وانا بحب قوي السمكايه دي بالذات لان هي اولا جميله وقيمتها الغذائيه عاليه جدا، ان هي بتتغذى على الجمبري، فتخيلوا بقى كميه الفوسفور والفوائد اللي فيها. شوك مليانه شوك، هي عباره عن شوك. انا باكلها كده اصلا. يبقى انت بتاكلي الحمام بعضمه؟ انت مالك؟ والبربونيه البلدي الصغيره بيتعرفوا يعني، هم بيتعرفوا. اللي بيعمل ده بيعمل ده بيعمل ده بيعمل ده. بصوا يا جماعه، زي بطاطس المحمره، هي والسمك البسارية الصغير صغننه كده، بلدي بربوني بلدي، تحطيها في بقك. ايوه، والكابوريا خلوا بالكم، الكابوريا الصغيره نفس الموضوع، لما تتكسر تشال طبعا الغطا بتاعه، تتكسر ده شوكه تهمنا. الجزء ده بيتاكل بالعظم بتاعه. بصوا بقى، انا عامل هنا حاجه جميله جدا، شويه بصل. مزيعه قوي تحسيني. معلقتين في الحل هنا. حصلنا الرعب، حصلنا الرعب يعني. مذيعه رقيقه قوي يعني. مع معلقه صلصه كبيره. اقلق. و شويه ثوم صغيرين. ايوه. ورشه كزبره. ورشه كمون. دي الطشه بقى صح؟ ايوه. ومش الطشه، لا اصبري، ده انا دي طريقه اهل المنصوره هنا كمان. الثوم محمود صح، وهنا البقدونس منصوره بقى. لا ما يعني ما تعمقتش انا الحقيقه، جاي جبت كل حاجه وشغال بمزاج. خالاتي بيعملوه كده. شغال بمزاج. كويس، هنا انا عملت كده الحركات الحلوه دي في الحله. معلقه البصل طبعا، تحيه كبيره لاهل المنصوره، لو بتعملوه كده يبقى برافو عليكم. خلاص، رز ابيض لازم. هنا شويه معلقه من الكرفس. والثوم ده نخليه ياخد اللون الذهبي، وبعدين نحط هنا الخليط اللي انا عملته ده، نحط عليه معلقه من الخل صغيره ومعلقه ملح. وبعدين نحط كل الرز بتاعنا هنا، شايفين الرز ده اتغسل طبعا هنا كده اهو، اتغسل بس ما اتنقعش ولا حاجه. لا اتغسل، وقبل ما ندخل على الهواء بدقيقتين. وبعد ما حطينا كل المكونات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، عبارة عن هي سمعت؟ لا سمعت. ايه ده؟ انتوا بتقولوا ايه من ورايا؟ قال لي الحق بتقلب ال موت. بيحبش حد يلمس حاجته وهو شغال. بصوا الثوم، لا بصوا بقى الثوم ازاي خد لون حلو مع الزيت. نحط شوية من الكرفس، ونحط بقية الخليط بتاع الدقة بتاعتنا. والاكل النهارده اكل حرش جميل، ومعلقتين من الخل الابيض، والطشه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي تعالوا بيها بقى، وروحوا على وش السمك زي ما انتوا شايفين كده، على وش كل سمكايه من الخليط الحلو ده وريحه الاستوديو. وهو لسه ني. ده وهو لسه ني. فاكرك هتسويه الاول. انا قلت كده. وهو لسه ني. وبعدين تعملي ايه بقى؟ تحطي على وش كل سمكيه حبه صغيرين جدا جدا من بصل التقليه، بصل التقليه. وناخد الكلام الحلو ده وزي ما هو ندخل بيه الفرن لمده من 25 ل 30 دقيقه. وبصوا الرز مع ايمان، معلقه صلصه، ومعلقتين من البصل التقليه، شويه كزبره، شويه كمون، وعودين الكرفس، وفصين ثوم، مع شويه ملح، وتاخدوا احلى شويه رز هنا، واحلى تقليبه من احلى مذيعه. بصوا بقى شايفين
يحضرني حاجة أول وأنا شايفة الرز بجماله ده. على الحلاوة عايزة أقولها. قولي إيه الرز الحلوة ده؟ مش هحرمك. إيه الخلطة الحلوة دي؟ بصوا هنا الخلطة بتاعت الرز يا جماعة ولونه ده، كل شوية نعمل شوية رز سمك حلوين ونخبي دي كده ودي كده وناخد الصينية دي. الخلطة تجنن اللي أنت حطيتها في الرز، والخلطة تجنن بتاعت السمك. السمك عارف الخلطة دي شايف محمود برضو على بتنجان مقلي تبقى خطيرة. كل واحد يحلم بحاجته، جعان يحلم بسوق العيش، كل واحد يحلم باللي هو عايزه. ده انا بالنسبه لي شويه السمك دول ندخل بقى واوريكم في الفرن بقى شكلهم عامل ازاي. طب عندي سؤال بس بعد اذنك في السمك، عشان انا دايما عندي مشكله ما بعرفش اعمل سمك في البيت. لما بعمله في الفرن بيلزق من تحت ما بيتقلبش. ما احنا مع بعض اهو بقى. أيوة. ليه بقى بتعمل ايه انت السر؟ بعمل ايه؟ اول حاجه بغطي الصينيه، فالسمك بينزل السوائل اللي فيه والميه اللي فيه، فبتفضل في الصينيه طول الوقت فما يلزقش. وادي السمك بتاعنا اهو، بصوا شايفين شكل الصينيه اهو، وهنيجي نقدمه دلوقتي مع بعض. برافو يا ايمان يا جميله، يا اللي قلبت الرز وسايباه ما غطيتوش. لا لسه، لما الميه تنزل شويه الكلام ده غطي الرز، نديله تقليبه ونغطي ونوطي. شايفه السمك؟ هنغطي ونوطي بس. شايفه السمك بيتكلم؟ غطي الرز. طب ممكن يعني هاتوا سمك جنبي يا جماعه اتفرج على غطي الرز. وبعدين بقى بصي احنا جايبين الطبق ده، بس احنا بنغطيه لما الميه تقل فيه عشان ما يعجنش، ولا انت بتعمله بطريقه ثانيه؟ ما تسمعوش كلامه، غطي الرز. أيوة لازم يبقبق كده الاول، بس الميه تنزل. ايوه وبعد كده نبتدي بقى نوطي. ماشي نغطي. بصي بقى يا سيدي على السمكايا البلطي الاولى الجميله، ادي واحد وادي. لا وحاطط الليمون، بص والله عندك مزاج في الحاجات يعني. ما هو اوعوا تستقلوا بالسمكيه البلطي دي، دي الخير والبركه. طبعا دي احلى سمكه في نظري. يعني انا بالنسبه لي السمكيه البلطي دي بس حاجة، انا اقصد ان انا يطبخ يا زين، لكن الاثنين دونت ميكس معايا. شويه تقليه بقى، مش السنس ده، وحبه من الاخضر الحلو الجميل ده، وهاخد الحاجات دي والحق اجري بسرعه على ما الرز يشقشق ويشرب الميه بتاعته، الحق اعمل الحلو عشان ايه الوقت ما يسرقنيش. شيل الجوانتي ده خالص، ونقول مقادير الحلو بتاعنا. هو عباره عن كوبايه من السميد اهو، وكوبايه من الشربات بتاعنا اللي هو شربات البسبوسه، ومعلقه رشه صغيره من الفانيليا البودره مش السائله، وثلاث معالق زبده وشويه تمر على شويه مكسرات. ماشي الواحد ونظره ضعف خلاص. بتخزي العين ها؟ بخزي العين عشان انا قلت انك ستة عندك اسرار كتير. 6 على 6 عارف انا الحركات دي. لا والله انا بس بحب كل اضافه حتى لو بسيطه الناس ما تستقلش بيها. يعني ممكن ما يبقاش عندك في البيت ازازه خل، فيجي يقول لك خلاص انا هعمله بليمون. الخل ريحته مع السمك، السمكه البلطي دي مع شويه التقليه في الفرن، زي ما انتم شايفين طالع شكله عامل ازاي. يعني هي طشه يعني خل، حتى لو فتح بالزبط حتى لو بالظبط الخل بالظبط. طيب احنا انا عامل حاجه حلوه قوي النهارده، ده الحلو اللي احنا كنا متكلمين عليه من فتره، من كام يوم انا وايمان ومنى وكانت هبه اجازه، وانا عملت الحلو ده النهارده علشان اتسالت عنه كتير قوي. ده بمنتهى البساطه، هات الجوانتي اللي جنني ده، بمنتهى البساطه هو كوبايه سميد مع شويه الزبده، 3 4 معالق زبده، هم اتحمصوا على النار. يعني انت جبتي الحاجه دي كوبايه السميد اهي، كوباية السميد بتاعتنا شايفين اهي، مع 3 4 معالق من الزبدة، وحمصناهم في الطاسة. يعني خدوا وقتهم حوالي 10 دقائق ربع ساعة، فالتحميصة زي ما انتوا شايفين طالعة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، اللون بقى لون ذهبي بالشكل اللي انتوا شايفينه. بمنتهى البساطة كده انتوا بتقعدوا تقلبوا واحدة واحدة لحد ما السميد ياخد اللون الحلو ده، وفي مرحلة ما بعد ما خد اللون الحلو ده بالراحة خالص على الطاسة. يعني ما تسيبوش الطاسة على النار وتمشوا، ده بيحتاج تقليب مستمر عشان اللون يطلع باللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. تحطوا رشة الفانيليا اهو وتقلبوا زي ما انتوا شايفين، وبعدين تعملوا حركة جميلة جدا. ايه هي الشربات؟ الشربات بتاعكم هو عبارة عن كوباية ماء على كوباية سكر غلي على النار، فبقى عندنا شربات البسبوسه الحلو. نقوم حاطين الشربات بتاعنا على السميد ونقلب. طيب انتوا شايفينه دلوقتي بقى صايص كتير، ده كله بعد دقيقتين ثلاثه النار
زي ما انتم شايفين هيشرب السميد كل العسل ده ويبقى معانا بالشكل اللي انتم شايفينه هنا قدامي ده. شايفين ازاي بقى شارب الموضوع الجميل ده. فانا بعمل ايه بقى؟ بجيب القوالب الصغيره بتاعه الكب كيك سواء دي او الاكبر او الاصغر اللي شكلها حلو دي، واجي عليه واقوم مقلب دي واقفلها بصوابعي بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو، لحد ما تبقى كوره صغيره، واخد الكوره الصغيره دي واحطها في الدايره الصغيره اللي انتم شايفينها دي، ونيجي على واحده ثانيه نقوم واخدينها كده اهو الكبيره شويه مثلا، ونقوم بصبعنا عاملين كده ونحط حته من التمر جوه كده، وافتكرتك هتقطع التمر حته صغيره لا كده واحده لوز او واحده بندق، وبعدين بايديكوا وتقفلوا القفله الحلوه دي، ويا سلام لو في معلقه قشطه يعني يا سلام لو في معلقه قشطه. وبعدين زي ما انتم شايفين الموضوع بمنتهى البساطه، ادي بقى عندنا واحده كبيره وواحده صغيره، وممكن الكبيره دي على وشها نحط شويه من اللوز. النصيحه اللي عايز انصحها لكم هنا ان دي تتغطى لمده 3 دقائق او 4 دقائق فتشرب القصه. ناخد الحبيتين الصغيرين دول اديهم لايمان، تمسكهم في ايديها كده، وبعدين اوريك الطبق الحلو اللي انا مجهزه. تعالي اهو اهو ادي الطبق الجميل، حط دول مع دول، هاتي دي. انت بتاكلي حلو ولا مبطله؟ لا مبطله. طيب بتاكلي حلو ولا مبطله؟ باكل طبعا. يلا. انا مبطله حلو بس مش مبطله حلو قوي. بس انا عندي سؤال، هو شويه في علاقه بين اللي انا باكله دلوقتي عشان دوقته قبل الفقره، حاسه ان في حته او روح من سد الحنك. برافو عليك. اي شيء هو ده اللي انا حسيته من شويه. جميل، ده حاجه جميله، احنا ما بقاش يتعمل زي زمان. ومع انه سهل جدا، جدتنا زمان كانوا دايما لما نعمل شهوه يعملوا لنا سد الحنك. مظبوط، سكر مظبوط، التكستشر بتاعه اللي هو عادل ملمس. احنا كده خلصنا فقرتنا الجميله دي. ماشي. رز صياديه على اصوله. ايوه. وسمك بولتي. ايوه. بالخلطه وبالطشه. يا سيدي يا سيدي. وادي الرز. وايه تاني؟ ايه تاني وايه؟ يلا. وايه تاني؟ سد حنك مودرن. اهو اهو. وادي شوية الرز جنب السمك البلطي اللي يعني عايز اقول لكم من الحاجات الحلوة قوي، واتمنى اتمنى ان انتوا تسلم ايدك، ما تنسوش الايه الخل إيه؟ الخل. شكرا شيف محمود، تسلم ايدك بجد، حاجة ولا اروع. شكرا يا هبة. احنا كده خلصنا الاسبوع ده، هنشوفكم على خير ان شاء الله السبت اللي جاي، حلقات جديدة وافكار جديدة وفقرات متنوعة دايما، الستات ما يعرفوش يكذبوا. يومكم هادي ونادي.